أي تعب هون عشان سلامة البحرين وسلامة مجتمعنا وسلامة أهلنا. أكيد البحرين في عيوننا مثل ما إحنا في عيون البحرين. في أول الصف يوقفون دائما ضد فيروس كورونا، وقفة عزم ما فيها هوان، وحتى لو نسوا الراحة التعب لجل البحرين على صدرهم وسام. سلامة كل فرد في المجتمع تسوى الدنيا وما فيها، فاللي يخلينا نجي هو منطلق حبنا للبحرين، حبنا للناس، من منطلق الأمانة اللي احنا أخذناها على عاتقنا كأطباء. الدور كبير جدا والمسؤولية أكبر، والمسؤولية تقع على عاتق جميع الأشخاص، والعمل عبادة في هذا الشهر الفضيل وفي جميع الأشهر. هو تشريف أول شيء من رب العالمين، التشريف من القيادة الرشيدة، التشريف من الناس، من المجتمع، والأهم نظرتنا لروحنا كأطباء وكعاملين صحيين، إن إحنا فعلا قاعدين نقوم بالدور اللي متوقع منا، وإن شاء الله نكون قده ونخدم البلد ونستمر في أدائه. الدكتورة جليلة واحدة من آلاف الأطباء والممرضين اللي يعملون لساعات طويلة في هذا المركز من أجل سلامة كل من على هالمملكة. البحرين في عيون كل واحد فينا، لأن أهلنا جزء من البحرين، لكن البحرين أشمل، البحرين أكبر. سلامة البحرين سلامة، جزء منها سلامة أهلنا. بين الشوق للأهل واللمة والأصحاب يبقى حب الوطن أول وقبل كل شيء. أفتقدهم، نشتاق ليهم، أكيد نشتاق ليهم، نفتقدهم، لكن أكيد هم يفهمون ويدركون إن إحنا هذا كله علشانهم. الشوق موجود، لكن نشتاق لسلامة البحرين وسلامة أهلها أكثر. ساعات نكلمهم في التليفون وقت الفطور عشان نحس إن إحنا موجودين وياهم وحسون بوجودنا وياهم، لكن إحنا ندرك إن إحنا موجودين في قلب كل بحريني الحين، مثل ما كل بحريني موجود في قلبنا، مو بس بحريني، اللي يقيمون على أرض هاي الأرض البحرين الطيبة. إحنا هني علشانكم، فنرجوكم اهتموا بصحتكم وصحتنا، لأن كلنا في بلد واحد، ندعم بعض بحرصنا على سلامة بعض. ينشغل المؤرخين الآن في كتابة قصة كورونا 2020، وينشغل أطباء وممرضات ومتطوعين البحرين لكتابة قصتهم الخاصة بماء من ذهب، لأن هذه القصة تختص بالوفاء اللي كل يوم يزداد في هذا التحدي الصحي على هالأرض الطيبة. شوقي العثمان لبرنامج مجتمع واعي.